كانت جميلة ما أتوقع. لا 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 جد؟ طيب ناصر؟ في عندي كذا وليد، شكرا للمسابقة، فعلا كانت حماس وجمال، لكن فعلا كان من الفوائد فيها انه كثير من مراحل الحياة لا يمكن ان تقطعها لحالك. نهدى نهدى شباب. ناصر؟ انه كثير من مراحل الحياة ما يمكن نقطعها لحالنا، فنحتاج الى من يساعدنا سواء كان صديق او اهل، وضعيفان يغلبان قويا فخذها بقوة. حلو. سامي؟ يعني لا تقتصر في علاقاتك على شريحة عمرية واحدة. كل ما كنت واسع الإدراك وتعرفت على عدة شرائح واختلطت في المجتمع بشكل كبير، الصغير الكبير المثقف غير المثقف وهكذا، يعني فهذا هو الأفضل. هاني؟ بعض من حولك يكونون مصدر سعادتك، وبعض من حولك يكونون مصدر تعاستك. يا سلام. منو؟ طيحت كل، انا اول كلمه قلت هو جاد عشان اعرف اتعامل مع الموضوع، يعني هذا اليتيم القوي. هذا صار، شوف انا بس كنت عشان ندمت انه ما طلعتوني المسرح امس. نعم محمد يضاف حق الخيل. انا شكرا محمد، يعطيكم العافيه يا شباب. طيب بيض الله وجهكم. عمراني عندك شيء؟ اقول تخيل يا ولد يا اخي لما تكون انت مصدر سعاده مو هو لنفسك ولأسرتك وللمجتمع اللي حولك، صدقني يا وليد انك راح تجد هذا اثر في حياتك حتى وبعد ما مات. كان حبيبي اهم نفسه. لا 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 تبكي بابا. طيب يا شباب يوم سمير حل وخذ مناديله عني أبد ما سأل وعندي منديله حتى إذا الخشم سال أسدل سعبيله. الله يا شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.